خلونا يعني واحنا بنتكلم في ده خلونا نتكلم او نستقبل ونرحب جدا بالدكتوره نزلي معوض، استاذ العلوم السياسيه والوكيل الاسبق لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور نزلي، كله تمام؟ اهلا وسهلا. الحمد لله الحمد لله كله تمام. ماذا عن تكريم اليوم يا دكتور؟ والله انا سعيده قوي الحقيقه، ربنا يعني اكرمني فعلا، الحقيقه ربنا اكرمني. يعني انا طلعت السلالم، انا عندي شويه ظروف حركيه يعني صعبه، يعني بمشي بعصايه يعني. صح. بس فطلعت السلالم لمساعده بعض الشباب في المراسم يعني، وبعدين في اخر السلم قلت خلاص مشوا بقى سابوني يعني. ففوجئت بالرئيس جاب خطوه سريعه كده وقابلني، ما خلانيش اكمل الستيج لغايه عنده، ما اكمل المسافه لغايه عنده يعني. أيوه. فجاء رحب بيا قوي، يعني حسيت ان هو بيرحب بيا يعني انه عارفني، يعني مش مجرد تكريم رسمي ولا حاجه، حسيت انه عارفني. فده شجعني ان انا اقول له انا عايز اقول لحضرتك حاجه. قال لي اتفضلي يا دكتوره رامي اتفضلي. فقلت له انا استاذه علوم سياسيه لمده 45 سنه، بدرس علوم سياسيه 45 سنه. أيوه. وكنت دايما اقول للطلاب بتوعي الحاكم الذي يملك الرحمه والعدل والحزم مش موجود، ده يعني ده مش موجود على المطلق يعني. لكن حضرتك في 2014 اثبت لي ان انا غلطانه انه موجود. فقال لي يا خبر، دي مجامله على راسي. قلت له لا يا فندم، دي مش مجامله، احنا 2013 كنا في هو صحيقه بسبب حكم الاخوان. صحيح. وحضرتك جيت 2014 ربنا هداك للخير وهداك لمصر عشان نبقى نتخطى الظرف العصيب اللي الدنيا كلها فيه. يعني بيني وبين حضرتك، يعني بكلم حضرتك يعني في التلفزيون. أيوة. بيني وبين حضرتك يعني ايه اللي يفرق بيننا وبين ليبيا والعراق وسوريا والسودان وتونس؟ اللي يفرق بيننا دلوقتي في اللحظه دي ان هم استمرت اقدر اقول ايه، الاصابع الاخوانيه موجوده في هذه البلاد، فادت الى هذا القلق الشديد اللي هو التوتر الاجتماعي الشديد. عندنا لا، جاء حسم وجاء حزم وجاء رحمه وعدل في 2014. بس المهم يعني هو الحقيقه يعني رحب بيا جدا وعمل يعني تصرف رائع الحقيقه، موجود عندكم في اليوتيوب هتشوفوه طبعا يعني، او في كل التسجيلات. احنا بنعرضه على الهواء دلوقتي. يعني صمم ان هو يعني الاساتذه بتوع المراسم حاولوا يعني يساعدوني عشان انزل السلم، انا بمسك عصايه يعني. فقال لهم لا، انا اللي هنزل الدكتور رامي، نزلني السلالم ومسك الاهداء العلبه اللي فيها التكريم، العباره التكريم اللي فيها يعني، مسك بايده اليمين ونزلني انا، ساعدني انا بايده الشمال لغايه اخر السلم. وقال لي متشكر قوي يا دكتور رامي، يعني انا سعيده جدا الحقيقه، سعيده قوي. الحمد يعني لله الحمد لله. يعني هو اسعدني فعلا، يعني اسعدني فعلا، ربنا يسعده. دكتور اتفضلي. نعم. يا فندم. لا يا فندم اتفضلي يا فندم. اتفضل. عايز انا إيه؟ كنت عايز اسال انه راي دكتور نزلي معوض، واحده من اهم اساتذه العلوم السياسيه، في شكل تمكين المراه في مصر خلال السنين الاخيره، كيف تراها الدكتوره نزلي؟ شوف حضرتك، التمكين في السنوات الاخيره تمكين عملي وتمكين حياتي وتمكين واقعي، مش كلام، مش 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 انشاء وتصاريح وعنطريه جوفاء، واخد بال حضرتك، لا، اجراءات عمليه فعلا تساعد المراه على ان تقوم بعملها الوطني تجاه بلدها مش بس تجاه اسرتها. فالميزه اللي في السبع سنين دول ان هي خطوات عمليه وواقعيه زي ما قلت لحضرتك، وحياتيه، مش مجرد انها تكتب كتابات صحفيه وتخش في اعمال وانشطه حزبيه، لا، دي حاجات عمليه، حاجات انشطه انتاجيه، انشطه توعويه، انشطه تدريسيه، انشطه صحيه. وبالتالي ده اللي يميز يعني دور الدوله او نظره الدوله للمراه المصريه في المجتمع المصري السبع سنين الاخيره دول، هي النظره العمليه، النظره الحياتيه اللي تدي انتاجيه فعاله في المجتمع. هل يا دكتور نازلي من 40 سنه او الف سلام على حضرتك، هل يا فندم من 40 سنه او من 30 سنه او 20 سنه كانت تتصور دكتور نازلي معوض انه يحصل تمكين فعلي وعملي للمراه في مصر بهذا الشكل؟ لا 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 لا، وتمكين يعني عندك سبع وزيرات مثلا، سبع وزيرات، وتبقى تقول من انماط مختلفه، يعني انماط مختلفه من
مش عايزه اقول التفكير او النمط، يعني عندك 7 وزارات دلوقتي فعلا يشهدوا ان المراه المصريه في حاله ارتفاع شديد، ارتفاع مجتمعي شديد. فاللي حصل، انا انت بتسأليني، انا عمري دلوقتي 77 سنه ما شاء الله، ربنا الله يخليك. فانا مريت لمراحل كتير من مركز المراه المتميز في المجتمع المصري. يعني مثلا انا مثلا خدت سنه 70 البكالوريوس بتاعتي، خدت بالك؟ ايوه. السبعينات كلها والثمانينات كلها كنت تجد المراه المصريه ما تخليش اكتر من 2. المراه المصريه متعلمه يعني، ما تخليش اكتر من 2، خدت بالك؟ ايوه. جت بعد كده ايه؟ فتره التسعينات والعقد الاول من القرن ال 21 بدات ايه الافكار الاسلاميه بقى، مش عايز اقول اسلاميه، الافكار اللي تنادي ايه بالخلفه وزينه الحياه الدنيا، افكار رجعيه ومتشدده. فبدات بدا الخلف يزيد في التسعينات وفي العقد الاول من هذا القرن ال 21. ايوه. ليه؟ الفكره نفسها اختلفت. يعني انا واحده من الناس اللي بقول لك، انا كل صديقاتي عندنا عيلين، كل واحده فينا عندها طفلين. أيوة. عندها طفلين وربطهم. الجيل اللي بعدي لا، حتى المتعلمات، حتى اللي على مستوى اجتماعي عالي بيخلفوا 3 و4 و5، خدت بالك؟ فيعني اصلا اقول لك ايه، لا لكن مؤخرا بقى دلوقتي يعني وجدت ان الهجمه الشديده اللي عايز اقول ايه، مش عايز اقول متطرفه، ولكن الارتداديه، كلمه ارتداد، الهجمه اللي بتؤدي الى ارتداد المراه المصريه للخلف انتهت تماما، وبدات تنظر المراه نفسها على انها عنصر انتاجي. يعني واخد بال حضرتك انها بتنتج شيء مادي عملي ملموس لصالح وطنها وصالح اسرتها اولا ثم وصالح وطنها. يعني هو اختلاف المراحل كلها يعني. بس مظبوط. انا بشكرك جدا يا دكتور، واحنا تشرفنا بسماع صوت حضرتك النهارده وبرؤيتك النهارده اثناء التكريم يا دكتور نازلي. الف 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 شكر حضرتك. دكتور نازلي معوض، استاذ العلوم السياسيه والوكيل الاسبق لكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، الف شكر.